السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا على ما تسعى صورة ما تاخدك شاقة تبليد قصر غنبار صلى الله عليه وسلم تقع يا بر علامو قزرك وترى ربي غنبارو أفد قابزو يزرر يشلن غو أري على ما تسعى ماشيش لي أغت أغا بعثت أنا والساعة كهاتين يأبخى بيت قصو يعني آخرت ما فرما سر يعني تقارب دثر ما رزب بلاغي زجو هيك قيد غاقوني إن شاء الله علامات ساعة كما سياشي شو دا صغرة خوش أخر نبرم يا زد قزد وشأت علامات ساعة وقش درس قبضيت إن شاء الله تي أرى ظهور الفتن يعني فتن خر قتل ونرار تيك فتنر فتنر جمع مفرد قزب أرم فتنة يعني شباب بو قبوانو ززاقو زخرام غزر بوتا فتنة بقي قبوات زخرام فتن بوت هيك فتنة مثل معنى فتنة معنى الابتلاء والاختبار والامتحان فتنة يعني امتحان وقاو بلاكو نرار اختبار لغة عربية نحواسع او تتصورم يعني امتحان نرار فتنة الله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني امتحانه الله سبحانه وتعالى تقيصت له دغم جي ديم جي طيب يعني الله سبحانه وتعالى ديم جي تفتو قيصه مثلا وزي نصدك شهواتك حرام خر جيخ تحريم ويصغخ جيخ مواخا حوا خمحا يعني جار امتحان أشقابس خيرات خم جي ويجعل خون بارر أرخون بلمو تحمقي تر أرخون قبتي الحق غير أرخون زب سوت لوج حياة الدنيا فتنة يعني فتنة سو امتحان يعني اختبار ابتلاء بلاء بلاء أرث لوج زكبر يعني قين قرق يخني قري فتنة بلاء أر قين بلاء قصفك يا أبا تشوفوا خون إلى آخره جهر فتنة امتحان يعني طيب الله سبحانه وتعالى في وراء وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة زجراسي او في تعالى كري في بارا كري في بلم كري زب سوت له فتنه يعني فتنه تلاقي معناه امتحان من الله تفت اشو دا زكوة مؤمن زخرم كهب صنفاي طيب تلاقي وراء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هيك تقصدك شعرته ظهور الفتن فتن خزر قكتر بوخزر شغوتا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يا بيورا واحدة قرقتها كنت يا أوه فتنر يعني غوغو مزتشتر امتحان قين نخوق ويكتخر وزيغة ديلة تخر بنم أجا فيورا معقول بتجم قوشيشنا وتقيو ونقيو يعني ولي ما واششو بس تشق زخرم كافر وغو دين ميجل أشد قابز تششم وقد حجنا معقول ومؤمنو تقيو نوش بتجو قوشجت كافرو دينر وشاغو دين ميكو طيب أرتي أورك لبغم بارم صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا يعني شو غبسج شو قزاج بسابهم جا دوخم جا أعمال بسابهم شو غخر في اللجخ يأوا جا واختا قنم فهم فاغو ثأ واختو قنخا قواتيخ قنخا قزقورم يعني ختيش ويكتب يعني أصخو معقول قش ختيخ مؤمن خير تجم مؤمن قوش جي كافرو تشر يعني تشر أخرى كافر رخو أما دقاب تشم مؤمن تجم تلوج كافر تأكوتر يبيع دينه بعرض من الدنيا تشت أكوتر تشت كافر رخو يدين يشي يقوى دنيا بخاتفص دنيا مشي شو يفعوهم كتو إشي تافه فاديوز قرم وقريم نجدو دنيا ينفجي دين يشا معقول هيك مثلا وتحمتنا طيب ويكرسي غيناء تبغى تنفجي ودين وشنيت خيانة زبحانيت طيب او زبصاصة قرى انفجي مثلا او جعلى قرى ويجعسى فجي دين ويكنيت رخوكو قصص خشخ يعني زقريع خطغيقور زاكوام غزوة ديكاكو دين ميكاغيقو بصاصة انفجي قرآني زبري سوشتا يعني بوي دين الشاق بعرض من الدنيا دنيا فشقي الشاق معقول زوف قرم وحاني وينما زهب سوستك كتو وكتا جا اوف مجس قاتل غوت او شاميز تبل حتى بلقسا وترفا
يعودين وشة صف خمعة فشقة دونايم فشقة وشة ثلاث صف مع وثلاث صف مع ساعب ياشتر يب يعني جا واختوقة كوتر يب فتن فتن خربخ معقول ويدين وشنا جا فتنة خمواز عرم الله سبحانه وتعالى سيد لو فتنة ما بتجوتيشنا فتنة ما حتى زخرم وقويا فاي عارتي لو بادروا بالأعمال الصالحة يعني ساعب خمجة دغو خمجة شو جزاي في أو ساعب خمجة شو غامش شو عبتلي أو لا سبب ثاني فتنة خز السرم أنا جاي جزقوم أي فتنة خز لواي قصر سيمان صغ قوية لا هيك صغ قوي قمس غخوز فغو حذر حربوا مع الركوز كحتم في أورب غنبار صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم زما فقرمي أو بيغنبارم خي غجاري أو طيب في أورب الصلاة جامعة غنبار قز تاجرم ودؤن فاي الله سبحانه وتعالى قز واجرم ويتحك بخير زأبخني ودؤن فاي لو الله سبحانه وتعالى زفاير لو بيغنبار زفاير يا أيها الذين آمنوا زي أرم لو زفاير سرقة تحر لو بيغنبار حديث قرز وأرم لو دغوق سي أتر لو قنحو ديوس أبخنو يعني سي غلغنو زفاير في أرر قاقاق يا أبغنبار صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة في قزأوج نمازم يوي أنا قلت لي أغر قزأوي غالجوهي صفخر إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم يعني سابق نبيش أغب يأوى إلا حق تليأوى واجب تليأوى خيروش أرياري غصنو يأمته وينذرهم شر ما يعلمه لهم أشهد قابزو شر يشرمش شقاطات خز شحفته قابا غكتو أشي يعني أزداغتنو إنذارو يصنفعيه يأوى ديكما يأبك إنها فشقة في أغر وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها يعني في أمتهم مش فلغرر سرسي صحابة خرما لوج يعني أش يعني بسوان غبون يعني تشاكي غبون مفدو يعني قنمت هفتب يعني زقورة قنجدوش أما دم أمر يعني أبدد وقصير سخر معافى يعني كفاس أوتر إنذارو شطوت دي قورة قكوات أو دي قورة شيء نبيهم تلحقو كي غسلغنو في ديكر أشفاد قابز دو خوري شيء شو زخرم دو غوري تلوش كي غنفن في نبيهم سا يا أبرا أمة تقصير سخر مدم قرونر جخر قينم أبك تخيئة نمتر حديث قلت لي أورا خير الناس قرني يعني صفكما أنا حشغوش أرخط قصدش أخرار قصير سخرار ثم الذين يلونهم أكما يقوش قيقك ثم الذين يلونهم أي يعني صحابة خراريا نحيو الله سبحانه وتعالى قفري خرخب غنبار أمة إسلامية مجا ليغسنكو يا نحطاطة واختو يا نحطف غشوار هيك خرار أشي قوش قيق تابعين خا أشي قوش قيق تابعي التابعين يا قوش قيقك وتكرار طيب في أرى وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها يا برر أبيكرخ أخا وسيصيب آخرها بلاء يعني يا بهرر فتنة خفت خب قين خفت خب قيغش عارف بغمبارة يا رغسا هيك أشي قوشجي قوات خيجا قرون كما قوشجي سيصيبهم البلاء بلاء أثلت أغا فتنة امتحان قين وأمور تنكرونها زغورة خشوش متلغو ديخو في أرى وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا فتنة قوات يا أوي يا أزرم أدرر يغوشنة يا أوي يعني زك أزوجيت خو قوتي فتنة خر تدرس فتنة قاكم يجيب دتر يغوشنة شيء معني يغوشنة رم هيقوى فتنة قرى مخافة أو بلاء قرى زبسون قي قتا حقينه والله زقين لو أخدو تزكتمش لو مر رون أخوك تصفكر أخلاق خش أشخب خش خاب زو تزكتي آخر تدش بشاشة كما مثلا الشفاك أقرى شعر يعني هيك نبف دم لو يجمر قراح جاخر يعني لو فتنة دي قرى مخافة مثلا أشي قوجو خمسكو نح فتنة قاكوي أدرى فتنة قبشي غبشي جي هيك مثلا 10 سنين بقى دنيا زرشت غر هيك نبا زفدة زفدة بتصفر رح دي رخ زبت نح دي ما يبا حزبته إلى آخره فيقول المؤمن هذه مهلكتي في أتقين وزكا فرم جا قين ما وزكا حرم والله مش سيغا ونخوت مش صفم كجرم غوك خصفة مغترم ستاونا غوحت مش مفيتنم
في تنربع قول إذا بسوم جيخ تفكونا أول